ملعوبة. راجع عبد العاطي يلعب الكرة في الأمام، محمد عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن، يا سلام! والمريخ في أمان، في أمان، في أمان، الذي يدون الفرحة الثانية ويعطى أصحاب الدار إلا بكرام الضيوف. اللاعب هو عريس اليوم وهو عنوان المباراة، يا محمد عبد الرحمن، ها هي المباراة تكتحل للمرة الثانية، وجماهير المريخ تنتفض للمرة الثانية بهدف ثاني يأتي لمحمد عبد الرحمن الذي خلق لجماهير المريخ حاسة جديدة اليوم، هي حاسة الاستمتاع، هي حاسة الامتاع. نعم، خلق لجماهير المريخ حاسة جديدة اسمها